نفسي أشوف البيكيني، التفاصيل الكاملة لدعم علي غزلان للتحرش بالفتيات، وهذا أول تعليق منه. موجة غضب شديدة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد طرح اليوتيوبر علي غزلان والمطربة مروة ناجي أغنية أنا دولة في ظل تحرشه اللفظي بالفتيات خلال مقطع الفيديو التي يبثها على موقع انستغرام. ومؤخرا تصدر اسم اليوتيوبر علي غزلان الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمية بعد تعرضه إلى انتقادات كبيرة بسبب مشاركته في الأغنية الخاصة بهذا النوع، وذلك نظرا لتاريخه الذي يشمل على عدد من مقاطع الفيديو التي كان يتحدث فيها بشكل غير لائق على الفتيات، وقام الكثيرون بوصفها بأنها نوع من أنواع التحرش اللفظية. وخلال الساعات الماضية تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لليوتيوبر علي غزلان وهو يتحدث عن القصص المصورة الخاصة بالفتيات المصريات ومقارنتها بالأجنبيات في طريقة استعراض لأجسامهم. وقال غزلان إن هناك بعض الفتيات التي تجعل أشخاص محددين يرون صورها قائلا: أي بنت بتضيف أشخاص معينين في القائمة بتاعة الأصدقاء الخاصة بيها، لما بلاقي العلامة الخضراء جت بهرش كده وبخوش أشوف من الزلقي. وحسب حديث علي غزلان فإنه من المتوقع أن يرى صور الفتيات بالملابس الداخلية، ولكن على العكس من ذلك معلقا بقول: بكون متوقع انها حصر ليا بيكيني او مناظر حساسة، لكن بلاقي انها منزلة صورة ضوافرها او رجليها. واستكمل غزلان كلامه قائلا: بنبقى قاعدين في اجتماع مهم، ده هيتعين وده هيترفض، بفتح الانستجرام ولاقي الشاشة خضرة، بسيب الاجتماع واروح في حتة كده مدارية بشوف انت منزلة ايه، بس بلاقي منزلة بيض. ولي صديقة برازيلية ليها اصحاب من كولومبيا عايشين في البول، دائما ياريت البنات نتعلم منهم. وليا صديقة برازيلية ليها صحاب من كولومبيا عايشين في البول دايما، ياريت البنات نتعلم منهم. وطلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحث الأغنية التي تم طرحها بالتزامن مع الاحتفال باليوم القومي للمرأة، والتي تهدف إلى مواجهة ظاهرة التحرش التي تتعرض لها الفتيات يوميا. وفي أول رد رسمي من علي غزلان على الاتهامات الموجهة إليه، أكد أنه كان يريد أن يطور من ذاته، وأنه حاليا يقوم بالإنتاج لذاته ويقدم محتوى هادف حاليا، وأن الكثيرين قاموا بانتقاده بسبب فيديو من عام ونصف، وأنه كان مجرد هزار على ظاهرة كانت منتشرة في هذا الوقت، ووجه لهم أنه لا يمكن أن يتحدث أي شخص عن سمعته، ولكن الانتقاد يكون على المحتوى الخاص بالأغنية فقط.